يوصف يعني احساس زوين بزاف من خرجنا اليوم. يعني 3 شهور وحنا حابسين في الدار والتزمنا بكاع جميع الاحتياطات اللي قالوا لينا. يعني يعني ملي كندخلوا للدار كنغسلوا يدينا بالماء والصابون، حتى فاش كنكونوا خارجين كنعقموا يدينا. والحمد لله ودائما الكمامات ما كنساوهمش، والمسافات ما كن يعني كيكونوا المسافات بيننا وبين الانسان اخر. النصائح اللي كنعطي للناس انهم دائما يكونوا المسافات، يكونوا دائما المسافات والكمامات ما تنساوهمش، والتجمعات هما ما يكونوش باش نحاربوا هذا الوباء. يعني احساس زوين لا يوصف ملي خرجنا اليوم وشفنا العائله وشفنا الحباب، والحمد لله. وكنتمنوا من الله يبعد علينا هذا الوباء. وتنشكروا رجال الامن الوطني والدرك الملكي، تنشكرهم بزاف على المجهودات اللي داروا والله يحفظهم. انتم كما تشوفوا الناس راها خارجه حاليا، الناس كتخرج بكل اريحيه، وراكم كما عرفتوا راه 3 شهور هذه تقريبا ديالكم في مورا ما سهلاش. الناس بان لي عدد شويه كبير فيها، ولكن راه حاجه عاديه هذه. الحمد لله ولدي على هذه النعمه اللي عطانا الله. الحمد لله دوزنا هذه الايامات في هذا الحجر، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، حمدنا ربي وشكرناه بالنعمه اللي عطانا الله. خصنا غنحتفظوا عليها ونديروا القوانين ديالنا ونديروا الكمامه ونغسلوا يدينا ونديروا نعقموهم ونخرجوا وليداتنا. راه اليوم اللي خرجنا وليداتنا بحال كانوا تحت الارض كيجريو مساكن ما لقاو كيفاش يديروا الفرحه ديالهم. كنطلبوا ربي تبارك وتعالى ينصر الامن وينصر الممرضين وينصر الطباء وينصر سيدنا الله يعطيه الخير على هذه النعمه اللي دار للناس مساكن وسميتو. نطلبوا ربي تبارك وتعالى يدومها علينا نعمه، الله يحيد علينا هذا الوباء. réouverture du glacier ice cream légende, une ouverture qu'on attendait depuis 3 mois. On a respecté toutes les normes d'hygiène avec la distance de sécurité. On a désinfecté notre point de vente et nous avons pu accueillir les clients dans de bonnes normes. Il a fait très beau et on a senti les gens heureux de pouvoir vivre normalement. Je conseille aux gens de pouvoir sortir et vivre normalement. Salam alaikum. صراحةً من بعد ما خرجنا من بعد 3 mois ديال الكونفينمون شعرت بواحد الارتياح اللي هو زوين بزاف، خصوصا حيت عليا ستريس ديال بروميير باك من بعد ديك البروباغاسيون كامله اللي دوزنا. ايوا الحمد لله كان بيان سور بالاحتياطات ديالنا اللازمه كنخرجوا، وهكا كنشكر كاع المسؤولين والبوليس اي واحد ساهم في هذا الشيء. صراحه انا فرحانه بزاف حيت خرجت وكنتفرج هنايا وكنفوج وكنشم الهواء وكنصح بزاف ديال الناس هما فاش يدخلوا للدار ما يسلموش على حتى شي واحد حتى يغسلوا يديهم ويتعقموا مزيان. وساعة تقدروا يسلموا على والديهم ويديروا حتى هما احتياطات.